اسباب الطلاق من وجهة نظرك؟ من شغلنا بتختلف من واحد للتاني ومن بلد لبلد. انا اقول لك السبب اللي قاله المركز القومي للبحوث الاجتماعيه، بتختلف من بلد لبلد ومن شخص لشخص. استاذه قالت ظروف اقتصاديه، مواقع التواصل، مظبوط. لا تعالى بقى للحاجات التانيه. تدخل الاهل في العلاقه الزوجيه فيما بين الزوجين، لم تخش في عيشته ولا امها تخش في عيشتها، ولا ابوه يخش في عيشته. خلفت يا بنتي ولا لسه؟ بص يا بيه، انا بجوز زرعه، هي زرعه، اتنين بيتحدوا مع بعضيهم ارض وميه عشان ينبت زرعه. هتفسد الزرعه بايه؟ باي حد يخش يحط حاجه جديده. ولذلك دايما بصفه مستديمه الريف بيختلف عن المدن. الريف اقل طلاقا؟ كتير، لان اعلى نسبه طلاق على مستوى الجمهوريه فين؟ القاهره، الجيزه، بحكم تعداد السكان. بحكم تعداد السكان بس. شكرا. اسكندريه، بورسعيد. الظروف الاقتصاديه هنا بتبقى واضحه اكتر من المحافظات، ان احنا هنا عندنا انفتاح وعندنا حاجات، يعني في هنا حاجات كتير روافد للدخل. بالظبط كده. الريف اكله موجود في البيت بطبيعه الحال. الريف الاسر والاهل بتتدخل في بيت واحد. الريف المأذون بيتدخل مع العمده، مع شيخ البلد، بيلموا القعده. انت خلفت هتطلقي تروحي فين؟ لسانه طويل نقصه له، قليل الادب نعلمه الادب، بيشتم ما يشتمش، بيضرب لا ما يضربش، ما بيصرفش وجوب عليه يصرف، تعالي لا تزعقي ولا تشتمي. كل ده موجود قدام مننا كل يوم. في كبير العيله وفي كبير البلد، يعني برضه في المحافظات وفي الارياف بتفرق. ده غاب دلوقتي عن المدينه دلوقتي، ما بقاش موجود، ما بقاش ليا كبير. لا ارجع له يا محمد بيه، ما زال لسه لغايه دلوقتي لما بيكون في قريه، وقريه صغيره، اما بيكون في حاله وفاه البلد كلها تقول لك 40 يوم ما فيش فرح يتعمل فيها. صح. انت عندك في القاهره الشقه دي فيها فرح والشقه دي فيها عزاء. بس عايز اقول لحضرتك حاجه برضو، الكلام ده ما بقاش دلوقتي زي الاول. الاول كان، دلوقتي برضو حتى في المحافظات وفي الارياف برضو ما بقتش في الاصول القديمه. لا موجود. برضو وجه قبلي. بصي انا عندي محافظات ما تتكلميش فيها، انا عندي وجه قبلي مقفوله، يعني مقفوله طلاق، لا مقفوله اللي يعني ايه، ما ينفعش فرح يجي على عزاء، لا. الا اذا كان بقى ايه، حددوا ميعاد الفرح يعني ان شاء الله يوم الخميس الجاي، وجي مات النهارده، طب هيعملوا ايه؟ ده حجزوا والى خلافه، فيقول لك لمها على الضيق. بخلاف المدينه، المدينه ما حدش بيسال على حد، واخوه بيطلق مراته، بيستأذنوا اهل الميت في الصعيد، بتوع الصعيد، وما يعملش حاجه الا لما يقول لو طيب. عنده اي مناسبة. المركز القومي للبحوث الاجتماعيه بيعتبر ان السبب الاول في الطلاق هو العلاقة الزوجية، يعني ان في مشكلة في العلاقة الزوجية بين الزوج والزوجة، فبيضطر احدهما بقى اما يتجوز عليها او هي ترفع الخلع. اخاف الا اقيم حدود الله. تمام. هي بتقولها كده بس. بس ده سبب بالمناسبة، ده سبب رئيسي. بقى في مشكلة ده بقى عند سبب شبابنا رئيسي. كتير بقى موجود المواقع طبعا. طبعا المواقع الإباحية والأدوية اللي موجودة كتير جدا، بتخلي مثلا أحيانا الزوج بيبقى عنده إفراط، فالزوجة ما بتقدرش تواكب كمسؤولية بيت وأولاد وإنها تواكب حاجة زي كده، فبيبقى في مسؤولية عليها، فبالتالي لأن هو كمان بيبقى تعدى الحد المسموح بيه. نيجي أحيانا، لا خلينا نقول إن ما فيش حد متفق عليه، يعني ده بيبقى توافق بين الزوجين. ما هو بيبقى توافق، بس لما بيبقى الزوج مثلا عنده وقت فراغ إفراط. كبير عنده وقت فراغ كبير قاعد على زي كورونا كده، يعني ده دي كانت قصه ثانيه، موضوع الكورونا. احيانا الزوج بيبقى طول النهار في شغله بره، ده انا برضو بقول لحضرتك العكس، احيانا الزوج بيبقى طول النهار في شغله وراجع مجهد مجهد، الزوجه دي ليها حق عليه. وللاسف بقى الجزئيه دي ناس كتير جدا، يعني انا ممكن اقعد مع زوج وزوجه عمالين احنا لازم نتطلق، مش قادر توصل للمشكلة. هو ده بيبقى السبب. كورونا كانت سنة كام؟ 2020. نشوف نسبة الطلاق في 2020 كانت أكتر نسبة أنا اتفاجئت بيها. لا مش في 20، كانت في كام؟ 21؟ على طول قبل 20. كورونا قللت نسبة الطلاق. لا يا فندم أنا أعترض. بس واحدة واحدة. طب ليه؟ ليه؟ أنا أقول لك أنا كمحامية عشان الناس كانوا قاعدين وشهم في وش بعض. ما هو أنت غير طبيعية. بص يا أستاذة، أنت هنا في القاهرة أما تخشي مستشفى تقولي ما فيش حد سليم. تخش اسم تقولي الناس كلها شاكيه بعضيها. الكم قدامك. لا هو لازم نعتمد على احصائيات رسميه. شباب طلعوا لي انا مع حضرتك انا خرجت انت عارفه فتره كورونا والحظر.
الرجاله قعدت في البيوت ما عادتش على القهاوي، وفرت الفلوس اللي كانت بتصرفها على القهوه والصرافات، القعده في البيت عملت خلافات وعملت كميه مشاكل لا حصر لها، وكل طرف اكتشف عيوب الطرف الثاني. بدل ما كان الزوج طول النهار في شغله بيجي يا دوب ساعتين بالليل يروح يقعد فيهم، لا ده انا قاعد طول النهار، بدا يبقى كمان في ايه، اعمل انت ما عملتيش كذا دي كذا، طب زودت الانجاب وزودت الانجاب زودت انجاب. بس الانجاب ملوش علاقه بالمشاكل، ما عادي استاذه انا بكلمك من واقع شغلنا احنا، من شغلنا كمان والله العظيم انا بكلمك بجد. انت بتجيلك احصائيه سنويه بقى بطلاق؟ اصل خد بال حضرتك انت اللي الاحصائيات اللي بتجيلك برضو، انت الزوج بيجيلك يطلق او الزوج والزوج، انا بتيجي كميه قضايا ممكن تكون بعد كده ما اتحكمش فيها في نفس التوقيت، لكن انا خرجت من الكورونا انا تاني يوم بدانا في عمل انا جاي لي ثلاث قضايا طلاق، دي كنت عمرها ما حصلت في يوم، في 48 ساعة خلصت منهم واحدة ودي واتنين اترفعوا، اتنين اترفع بيهم قضايا لكم شهر مركونة. انا هقول لحضرتك على حاجة، اول يومين اول 48 ساعة انا عندي من 1/1/23 لغاية غضون بداية شهر 8 تقريبا، يعني هقف بس هقف 2019 عدد حالات الطلاق 225,929، في 2020 سنة الكورونا الطلاق قل 213,950، هو قل 12,000 حالة يعني، لكن 21 كانت 200 وده رقم حاجة، و20 22 كانت 200 حاجة و50، 23 النسبة قلت، شهر 8 ده هوت نسبته قلت شوية.